لك اخ اخ الله يتوب علينا من هالمصلحه بجاه الحبيب. خير شو بك عم تنفش؟ لك قسما بالله يا صلاح مليت، مليت من هالشغله. طول النهار عم بفتل على كعاب رجلي بين الطاولات مثل مكوك الحايك، على هات وجيب وخود وهات وروح وتعا، والكل عم يتأمر عليك. ايش بدك تعمل؟ هيك مصلحتنا. ولك تضرب هيك مصلحه يلي بتخلي مين مكان يتمقطع فينا يا صلاح. الله وكيلك، في ناس بتتعامل مع الجرسون وكانه خدام وضيع، خلق بس ليخدمون ويلبي طلباتهم. يعني من اول ما يقعدوا على الطاوله لوقت ما يمشوا بينادوا لك 50 مره، هات مي، هات محارم، بدل هالمعلقه، اعطينا غير هالشوكه، ناولنا نكاشات اسنان، غير لنا الطاوله، هات كاتشاب، اعطينا مملحه ثانيه، ليش هاللحمه قاسيه؟ ليش الشوربه بارده؟ رخي لنا البرادي ضربه شمس بعيوننا، خفف لنا هالموسيقى نصرع على راسنا وعلى هالمنوال، واخر شيء بيلحشوا لك 25 ليره بخشيش وبيمشوا. ايه بس مو كل الزباين هيك يا سيدي. اذا مو كلهم اغلبهم لا، ونادرا ما يطلع لك زبون ابن حلال طلباته قليله وبخشيشه محرز، نادرا. والله معك حق، بس شو طالع بيدنا نعمل؟ هون المصيبه مو طالع شيء. بس وينك صلاح؟ انا اذا بضل على هالحاله ابطأ بنفجر، وبصراحه لازمني اجازه كم يوم غير فيها جو، لانه صار لي سنه ما اخذت اجازه وحاسس حالي رح افن هون. بقى بدي اقضي لي كم يوم بعيد عن المطابخ والمطاعم وطلبات الزباين وريحه القلي والزفر وطرطقه الصحون والملاعق. يا شو علي، قدم اجازه، انا ما بظن انه مدير مطعم يقول لك لا. وهو كذلك اليوم رح افتح معه الموضوع. عال والله يا سامي، خذ علبه محارم ونية مي على الطاوله سبعه. تأمر امر انت الثاني. حط حط. كم يوم بدك إجازة؟ أسبوع زمان. مو أسبوع كتير سامي، يعني هلأ موسم وصاحبي كتير نستغني عنك أسبوع كامل. طيب معلش، لكن أعملهم خمس أيام. تكره تقدر من بكرة تعتبر حالك بإجازة. يخلي لياك، بدك شي؟ ماشي الحال. يلا السلام عليكم. سلام. بس ما قلت لي إنه ناوي تاخد إجازة. إيه هيك طلع معي. إيه وين ناوي تقضيها؟ وين مكان؟ المهم غير جو وشم هواء، هواء نظيف، بدي غير بلاد وعباد، بعدين روتين المطاعم اهلكني هلك. والله معك حق، وانا داخلي من روتين البيت، خلينا نغير جو. اصبح جاهزي حالك بكره الصباح، خلينا ننطلق. يخرب بيتك ما كنت تنظف، مطيلسي عليك السمنه الطيلسي، مطيلس. مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. في طاوله محجوزه باسم الاستاذ سامي مرزوق. ايه تفضل، وين الطاوله؟ تفضل استاذ. تفضلي تفضلي مدام. يا اهلا وسهلا، ان شاء الله عجبتكم الطاوله استاذ. ما بها شيء، ماشي حالها. اهلا وسهلا متر. نعم استاذ، شكرا لك استاذ. متر. نعم استاذ. بتضل واقف هون مزروع جنب الطاوله، ما بتمهيص هنيك ولا هون؟ بامرك استاذ. طلبي لازم ينزل بسرعه، ها، وبدي كل شيء تازه وسخن، وبتغير لي هذا الشرشاف وكل الصحون والمعالق، وما بتنزل على الطاوله الا الشغلات اللي بطلبها. بامرك استاذ. يعطيك العافيه. مسيك يا ابني، غير لي صحن هالبطاطا لانها قاسيه كتير، والسلطه بدي اياها خشنه مو ناعمه. بامرك استاذ، منغيرهم. بعدين البرك يا اخي، البرك غابه زيتها شبعانه، بدي اياها مأمره ومحمره تحمير مثل جناح الدبور عم تقرش قرش. بامرك استاذ. وبدي شويه زيت على صحن الحمص، وشويه مايونيز للشيش طاووق، وكاتشب حلو للبطاطا، وشوية دبس رمان للبابا غنوج، وطحينة اكسترا للمتبل، وكاسة صغيرة فيها حمض وتوم وخل، والكولا بدي اياها دايت، والعيران بلا توم، وسلطة الزيتون بلا دبس رمان، والكب الحميص بدي اياها مأمرة أكثر من هيك، والكب المشوية بدي اياها ناشفة. بأمرك أستاذ، هلا منغير كل الطلب.
بس بسرعة لو سمحت، بلشت عصافير بطني تزقزق. بأمرك استاذ، بس تمهلني 10 دقائق. ماشي الحال. لك شبك سامي؟ شو صار لك؟ خف هالزلمة شوي. حقي، هذا حقي، أنا زبون ولازم تتلبى كل طلباتي. بعدين أنت التاني ما لقيت نقضي أول يوم بالإجازة غير بالمطعم؟ مو على أساس حابب تغير جو المطاعم وتطلع من هالروتين؟ وهي عم غير جو، بس بدل ما أكون جرسون صرت زبون. هلأ هاد اللي طلع معك؟ يا وفاء افهمي علي مشان الله، أنا طول السنة عم أركض بين الطاولات لأخدم الزباين، بقى ما بيطلع اليوم من هالسنة اتأنزع فيه على الطاولة وأعطي أوامر وتركض الناس لتخدمني؟ أبي يطلع لي، شو ناقصني يعني؟ عن إذنك شوي راعت واريت. سامي؟ نعم أستاذ. شو صرت هون؟ لا نكاشة أسنان لو سمحت. ما في خواص. قدر أحمق الخطى سحقت هامتي خطى. عشام عشام عشام، مش مشي الشام. لا امتى بدنا نستنى يا اخونا؟ 10 دقايق بنمشي يا اخي، فوت راسك، فوت لجوا، فوت لجوا. اهلين، مرحبا. مرحبا حبيب. اهلين يا اخ، تخيل عينك، الباص الثاني امتى بيمشي؟ ما في باص ثاني اخي، هذا اخر باص. مرحبا عمي. اهلين ابو عبدو. اهلين. شلون يعني اخر باص؟ الدنيا الظهر. معك حق، الدنيا الظهر، بس الحكومه مصادره كل الباصات. اوف، وليش كف الله الشر؟ ما تشوف شر اخي، لمعلوماتك اليوم في مسيره والناس كلها محتفله، مشان هيك الحكومة استأجرت الباصات مشان تنزل الموظفين، واستأجرت الشاحنات مشان تنزل العمال. الله يديم الأفراح بجاه الحبيب. ومثل ما بتعرف أخي، الحكومة الله يعزها ويديمها ما عندها باصات كفي كل أفراد الشعب. عالشام عالشام. إيه لكن منيح لي لحقت حالي. ليش حضرتك نازل عالشام؟ إيه والله نازل. ومعك أغراض؟ ما معي غير الشنطة وهالكم كتاب. فيها ممنوعات شي؟ أعوذ بالله، ما فيها غير كتبي وتيابي. بيكون أحسن، لأنه مثل ما بتعرف على الطريق في دورياتها، هل أكون بالتفتيش الله وكيلك. دخلك؟ وليش ما بيعملوا هيك مع غير ضياع؟ قال لأنه نحن قرية حدودية وروح أدنى التهريب. شرف أخي شرف، ما بدنا نعلم على الدوريات. شرف. لا ولا يهمك، كله عن نظام. وانت جوا يا أخي، يعطيك العافية يا معلم. مشمشية دمشق، مشمشية دمشق. أخي بصراحة مو غير لف ودوران، أنا معي كيس سكر وكم كروز دخان، في مجال نزلون معي؟ أعوذ بالله، أنا ما بنزل معي شيء أبداً، من غير شيء حبيبي أنا صوفتي حمرة عند الدوريات. أخي إذا صار شيء معك على مسؤوليتي الشخصية. بلا شخصية بلا مخصية. الله يرضى عليك، لا توجع لي راسي، صار لي 20 سنة على الخط ما نزلت معي علبة سردين واحدة، والكل بيعرف عني هالشي. بقى حبك تطلع لحالك أهلاً وسهلاً، ما حبك الله معك حبيبي وقلبي داعي لك. طيب بعطيك عليهم 200 ليرة. أمنت بالله على هالنهار؟ ولك حبيبي عربي عم نحكي مو تركي. طيب لا تضوج. بلا هون أخي. مشمشية دمشق، مشمشية دمشق. أهلين مساعد شفيق. أهلين سطوف. شو ليش واقف ما تمشي؟ مو لين تلا الباص. يفضح حريشك شو طماع، الباص مليان. إيه صحيح، بس في لسه راكب ما وصل لسه. ودخلك منو هالخواجة اللي معطل الناس كلها عن أشغالها؟ المرحوم حسن الأبائيبي. شو عم تمزح معي ولا عم تخفف دمك؟ لا والله عم بحكي جد، المرحوم توفى بمزرعته بضيعة التعتولة، وبدهم ينزلوا جثة معي عالشام ليندفن هنيك. هيك الزلمة موصي، ومعلومة كرباصات كلهم بالمسيرة وما بقي غير باصي. ها، وليش باصك ماله مشترك بالمسيرة؟ هلأ طالعته من الصيانة. بعدين المسيرة الله يعزك ويعزها إما راح تتعطل على باصي. ايه، وإمتى راح يشرف المرحوم؟ ليكن وصلوا. ليش ما بتاخدوه بنفس السيارة عالشام؟ ما بتقدر السيارة تفوت للشام لأنه خالصة وراقة. يعطيك العافية. الله يعافيك، أهلي وسهلين. وين بدنا نحط المرحوم؟ على ظهر الباص. وين يعني؟ بس مين بده يستلمه مني هنيك؟ أهله منتظرينه بالكراج. ماشي الحال. أصبح يلا يا شباب، طالعوه على ظهر الباص، تعوقنا الله يرحمنا ويرحمه. لحظة لا تنزل شيء. ليش؟ وين وراء الزلمة؟ أنو زلمة؟ المرحوم يعني، أنو زلمة؟ معك حق سيدي، تفضل. هاي شهادة وفاة.
وهي تصريح بنقل الجثة من التعتولة للشام. مزبوط. الله يرحمنا ويرحمه. آمين يا أرحم الراحمين. إيه سيدي فيك تحمله. ماشي الحال. يعطيك العافية مساعد شفيق. سطوف. نعم. نادينا لهالشباب خليهم يساعدونا، ما فينا نحمل لحالنا. إيه على عيني وراسي يا شباب، خلي ينزل كم واحد منكم حتى تأجروا معنا، بنوبكم ثواب. يلا حبيباتي يلا أجروا يا شباب، أجروا يرحم أحبابكم. يلا رحمة الله عليك. يلا يا شباب يلا نرحم عليكم. يلا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أجروا يا شباب، أجروا الله عليك. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أجروا 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 لا اله الا الله. لك مو من هون اللي بدي اعنيه. خلي راسه على مهلك. على مهلك. على مهلك. على مهلك. يا سلام عليك. فعيدك. ارحموا على المرحوم يرحمنا ويرحمكم الله. لا اله الا الله. عشر عشر عشر. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. فاتحه يا شباب. يلا يا شباب. جهزونا فاطة يا شباب، ما معنا رجع لكم. ها واللي ما معه يدبر حاله اخي. يلا سطوف حرك. حاضر. بس يلا مشونا. عشام عشام عشام. شلون شاي سطوف؟ ايه والله من يد ما نعدمه. يسلم وديات يا موفق. شو كنت عم قلك؟ كنت عم تقلي انه دوبلك. صحيح، دوبلني عند طلوع صوان. سيارتي كانت مزروكة زرق وما قدرت لحقه، فقلت لحالي يا ولد اتركه. يعني معقول تترك واحد غر بالسواقة يعلم عليه؟ فشرت عينه. شو يعلم علي؟ انا صار لي على الخط 20 سنة وما حدا طلع له معي ابدا. المهم يا موفق، ضليت ماشي وراه هيك لحتى وصلنا على نزول الصفصافي. وهون بتبين المرجلة بقى. ها ها، برافو عليك. شو ساويت أنا يا حزراك؟ عطيت السيارة مازوت للصاجة وبعدين فضيت غيار وبومرتها بهالنزلة وقلت لها روحي. الله وكيلك هويت السيارة. هويت هوية بهالنزلة الله مولاها. ولو تشوف عينك الركاب شو صار فيهن يا زلمة من الرعبة. هذا اللي صار وشو، هذا اللي غطان، والتاني اللي صار يقرأ آية الكرسي. صاروا كأنن بيوم الحشر. اي والله الله وكيلك، ما بزل عليك وموفى. المهم بالآخر طمني، دوبلته؟ ولك شو دوبلته، ما عاد بين وراي. لا والنهفة، كان معي ثلاث ركاب بدهم ينزلوا بكعب النزلة، الله وكيلك ما قدرت واقف لبعد ثلاثة كيلومتر. معلومك أخذ لنص ومو وقت الوقفة والفرامات هلا. منيح اللي ما طلع شي بوشك. الله ستر يلي ما طلع شي. ومرة كانت معي الدبة. أني دبة؟ هذا الباص الأصفر يلي هاجم بوزه لقدام، شوف فرقية الخط بسموه الدبة. أهلا وسهلا. الله عافيك. أهلا وسهلا ومرحبا. ايه كان معك الأصفر الدبة، شو صار؟ لك أخي وين بدك تطالك إلى العالم هاي؟
معليش دبروا حالكم، محل الضيق بيسع ألف زديق، معلومك الباصات قليلة، مو حلوة نقطع الركاب. لك شلون بدنا ندبر حالنا شلون؟ صرنا مثل مكدوس. فصاعش وما فيكم خير، لك مو أحسن ما تضل هالعالم مقطوعة بالطريق؟ بعدين بركي بدهم يشاركوا بمسيرة الاحتفال، معقولة نحرمهم من هيك فرصة؟ ازركوا على بعضكم شوية، ازركوا على بعضكم، فوت هيك. يلا اخي يلا اطلع اطلع فوت راسك فوت لا اله الا الله بعد هيك يا اخي بعد له بعد له شوي وسع له فوت راسك يا اخي فوت راسك يلا جهزوا لنا فراطه جهزوا فراطه يا جماعه هم معنا رجع لكم ها اطلع سطوف يلا شغل عالشام هون ما في محلات اذا بدك تطلع على السطح بطلع على العفاريت بس اسمع في تابوت فوق تابوت شو واحد ميت اخذينه معنا عالشام ولي واحد ميت اخي اذا بدك تطلع ما بدك خلينا نتكسر لا اله الا الله هات حاسبني حاسبني بطلع خلصنا يا اخي يلا لا حول ولا قوه حرك سطوف حرك يلا يا اخي حرك حرك وين ميه؟ يا حريق حريشك يا سطوف يا والله لو بينزلوك بهالتابوت ما بتبطل عادة التهريب سوسة سوسة وجبني هاي بحياتي ما دقت مثلها اخ اخ لو كان معي شي رغيف خبز ارجينا شو في كمان العافية الله يعافيك شو في معك بالباص شوفت عينك هاي الباص قدامك شو في هذا على ظهر الباص جثة المرحوم حسني الأبايبي بعتينا معي عالشام لك مو هذا اللي عنده مزرعة بالتعتولة هو بعينه رحمة الله عليه وامتى توفى امبارح بالليل والله لا حول ولا قوة إلا بالله تعرف فعلا كان زلمي آدمي شايف ايه والله ما عم يموت غير الأوادي مظبوط لذلك انت لساتك عايش مقبولة منك حضرة المساعد ومين هو هذا اللي على ظهر الباص قرايبه المتوفي العوض بسلامتك يا اخ نعم عم نقول العمر لك الله يسلمكم سيدي معكم تصريح ابن الجسة شلون شو قلتوا سيدي ايه معه عطاني اياه ليك وينه الله وكيلك ما تحركت بالباص قبل ما اتاكد من التصريح تفضل شوف هذا شوف مشي الله معكم يسلم وديات مع السلامه الله معكم معك شي باكيت دخان لا والله يا حبيبي ما بينعز لك زبون عوافي ليك يلا العافيه يعطيك العافيه الله معكم مع السلامه حرك حرك سطوف حرك على شي كاسة شاي سخنة هيك تدفي لي مفاصلي
لحظة ما في محلات هون بدك تحضر الباص. طيب بس في تابوت. ها شو هاد تابوت؟ لك شبك انت عابد شبك؟ واحد ميت نزيله معنا على الشام، شو فيها يعني؟ يا اخي بس مو متعود انا. اصطفي روح ماشي حرك صفوت. لا دقيقة خلص بطلع. يلا اطلع بتحاسبني بالشام استعجل. ايه بس دقيقة لا اطلع. لك اطلع يا خلصني بقى. وصلنا عشان لسا؟ قولي ولك شو رجعك انت؟ لك لا 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 قولي يا شباب الميت صحي الميت صحي الحاوني بتابوت تاني. اسمع علي صوتك شوي يا راني. الله يرضى عليك اطفي المكنسه بدي اعرف اسمع. ايه هلا صرت اسمع منيح. لا لانه كان صوت مكنسه الكهرباء عم يشوش علي. شو عم تقولي؟ صرنا بعام 2050 ولساتني عم بستعمل مكنسه كهرباء؟ لك والله لا اختي انا هيك طبعي ما حلك تعرفي. دقة قديمة كلاسيكي ما بحب التغيير. بعدين هي المكانس تبع الليزر يلي طالعة هلا ومكانس أشعة جاما ما عم بتمخي النوب. أنت جاي؟ والله ما بعرف. بحاول ما أتأخر. بيجي على المترو تبع الساعة 10. إيه وهو كذلك. الله معي. ألو وينك؟ لحظة ما قلتي لي جونا بتعملي عشاء؟ أكل من برا؟ ماشي الحال. شو علي؟ لا وصي على اكل جاهز من الصيدليه، يعني تشكيله صغيره، شويه تحبوب على كوسه محشي وشويه تحاميل على ملوخيه، ولا تنسي بودره الفرريج. ها بحبها كثير، صار لنا زمان ما سفينا بودره. وهو كذلك. الله معك حبيبتي، مع السلامه. ارجع شغل المكنسه معلم. لا ركاب المترو الله يرضى عليك ونط على حمص، جيب لي شوية شامبو حمصي بالقشطة وارجع. أمرك معلم. بس وينها؟ لا تخطوة مهيصة، نص ساعة وبترجع. حاضر معلم. مثل الطير طاير أوام. مرحبا أبو هاني، كيف الأحوال؟ لو سهلة. مرحبا أهلين أخي عادل، شونك شون صحة؟ يا ترى فاضي؟ ولو ما كنت فاضي بفضلك. لك أهلين وسهلين. سلي أنا بشكل عفوا. يا أخي ما برتاح بالحلقة اللي عندك. صحي محلك كتير قديم وأنتيكا، بس بشم فيه ريحة الماضي. مو هيك؟ أبدا، بحس حالي عايش بعام 2000. بعام 2000 ما؟ ايه اسأل الله على عام 2000، اسأل الله على هذيك الايام قديش كانت الحياة بسيطة وما فيها تعقيدات. يا اخي انا كل شيء قديم بحبه، هيك عقلي. بعشق القديم وبهوى الانتيكا والله زيد الباقي، بس بدك مين يقدر؟ لا والناس بتفكرني مجنون وبتقول عني دقة قديمة. ايه والله يا ابو هاني انا مثلك تماما، ما عم بقدر اتأقلم مع هالعصر. بدك تقش ما هيك؟ تقش دقنك يعني؟ اي نعم بدي قش. تكرم شواربك على عيني وعلى راسي. الله وكيلك عم نشوف شوفات بتشيب لها رأس الولدان. اسمع على القصة. اجاني من كم يوم شاب ومعه صبية وقالوا لي حلقنا مثل بعضنا. قلت لهم مو مشكلة، اهلا وسهلا، محل هذا بيستقبل مين ما كان. كيف بتحبوا القصة؟ احزاب شو جاوبوني؟
وشو جاوبوك؟ قال بدهم قصة 0012 يا أم قصة تسي تسي. يا لطيف على القصة، على القصة. ورضيت؟ طبعا لا، ولو عادي. انت بتعرفني تماما، ما احلاني وانا رضيان. قلت له عمي انا صالوني على القديم وما بقص الا قصات قديمة وكلاسيكية او نووية، يعني انا ما بقص غير بانكي او مارينز او فرزاتشي، وغير هيك مالي مصلحة. طبعا وافقوا. طبعا لا. قال شو قال لي؟ قال معقول نقص بانكي هننا؟ شو بدك ترجعنا 40 سنة لورا؟ وحملوا حالهم ومشيوا يا عادي. لندم عليك دمع الندم غالي، خاطر عينيك ضيعتنا حالي، وكنت أقول إنك حبيبي. هي لندم عليك دمع الندم غالي، خاطر عينيك ضيعتنا حالي، وكنت أقول قول قول معي قول إنك حبيبي. هي لندم عليك قول قول ولا دمع الندم. الله شو صالله. أخ أخ أيام أيام أيام. أخي أنا عندي شوية لا لا أبو هاني لا، هاي ترك لي هاي، بدي أعملك خلي لي أعملك. إيه على عيني وراسي. لا بتقبر عظامي يا عادي. ليش أنا بحبك؟ لأنك دقة قديمة مثلي، بتحب كل شيء قديم وكلاسيكي. عم أقول لك هالجيل هاد جيل ممسوخ ومايع، لك بتلاقي الواحد رح يتخرج من الجامعة ولسه شبابه عم يخططوا وصوته عم يبلش يدخل. إيه عليم الله، بتذكر حالي من لما كان عمري ما بعرف 18 سنة يمكن، كانوا شواربي كتفوا جمال، كنت وقتها بصف التاسع. لك هيك شواربي طبعا طبعا. شو جاب لجاب لك؟ هلا كل شيء مسخ لك ابو هاني. هذا اكل يلي عم ناكله، هذا جيل حبوب وبودرة. الله يرحم، الله يرحم جيل حليب العلب يا ابو هاني. ايه والله يرحم حليب العلب يا عادل، شو كان له دور لك يا اخي؟ كان الاكل غير شكل. شو الحكي؟ اكل مغذي ومدروس وطبيعي. لك اسال الله، اسال الله يا عامل 2000، اسال الله، اسال الله ايام حليب العلب والسمنه المهدرجه والبيتزا والهمبرجر والهوت دوغ والكوردون بلو. يا ما شاء الله. قولي لي لي ليش يا ابو هاني؟ ايه والله يا عادل لي 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 ليش وميت لي 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 ليش. قسما بالله ما ياكل شي واحد من شباب هالايام قطعة كوردون بلو لحتى يروح فيها. او شي كروسانه على زعتر مثل ايام زمان. ولي كروسانه يا حبيبي معناتها فورا بيروح على الجبانه. لك اسال الله ايام 2000 والكروسان اسال الله. ولك هذا كان اكل دسم وبرمم العظم مو مثل هلا. خد مثال، امبارح حكيت قدام اولادي انه جاي على بالي اكله كروسان على زعتر وزيتون. الله وكيلك اطلعوا فيه وكاني جاي من كوكب تاني. نعيمه لك يا عادل. نعيمه. الله ينعم عليك. بس بدك الصراحه انت عم تحكي شيء يعني بخليهم يستغربوا عن جد، لانه هذا الشيء مو شايفينه ابدا. لا والله مو شايفينه لحبيبك، مو شايفينه منو. ايه حبيبي كيف تقص شعرها؟ بانكي بانكي ابو هاني، يعني حلك تنسى قصه شعري؟ هي قصتي المفضله. حافظة. بس انت لحالي بركي المرة حابب تقص على الموضه. لا 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 بعدني على الموضه، هي ما بتوقتيني ابدا. طيب تحب تسمع شيء اخي عادي؟ ايه والله يا ريت. اذا في عندك شيء سيديات قديمه، لانه اغاني الايام عم تزعجني كثير، ما بفضلها ابدا. والله الحق معك. ليش طرب هالايام طرب طرب؟ الله يصحك انت الثاني ويهديك، انا ما بسمع هيك شيء ابدا. يا سلام عليك يا ابو هاني، يا سلام عليك على مجموعة الصوت. لهلا محتفظ فيها يا سيدي. هالمسجلة هي شايفها، هي عمرها أكثر من 50 سنة، وردانة عن أبي الله يرحم ترابه، ومالي مستعد بدلها أبدا بمسجلة تانية حديثة ولو دفعوا لي فوق أمال الدنيا. بالفعل يا ابو هاني هالمسجلة ثروة، ثروة حقيقية، لأنها أنتيكة وعلى القديم، وأنا روح قلبي موديلات القديمة. تسلم لي عينك، تسلم لي عينك ما أحلاك. بعدين صوتها غير شكل يا أخي. أكيد طبعا ما في شك. اللي سيد عادل شو بتحب تسمع أنت؟ أنا عندي تسجيلات قديمة ونادرة كتير كتير. ولو يا أبو هاني، أنت طول عمرك مزوق مزوق وبتفهم بالطرب الأصيل. هذا من لطفك يا عادل.
اللي شو بتحب تسمع؟ أبو هاني شو في عندك أغاني تراثية؟ ها ها تراث عندي لمحمد فؤاد وصابر الرباعي وزين العمار ورامي عياش وحكيم. يا سلام عليك يا أبو هاني، صار لي زمان ما سمعت هالمطربين الكبار. وينك؟ إذا عندك أوبريت صابر الرباعي الله الله يا بابا، حط لي اياها دخيل عينك أبو هاني. ابن حلال موجودة ها؟ يا سلام يا أبو هاني يا سلام، شغلة قطعة فلكلورية نفيسة. شو هالكلمات هاي؟ لك هاي اسمها كلمات. الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا، يعني بتحس في موضوع يا أخي بالغنية، في قصة واحد مفارق أبوه ومو شايفه مدري من إمتى وعم يبعث له هالكلمات الحلوة حتى يناخشه ويعاتبه. مو مثل كلمات هالأيام؟ أعوذ بالله، لا تذكرني بأغاني الأيام مشان الله العمى. لا كلمات ولا ألحان ولا أداء. ليش أنت ما بتتذكر غنية بابا يحي 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 بابا أوباح؟ طبعا بتذكرها، يخرب بيت إذا ما بتبكي الدباب. بالفعل أنا كل ما بسمع هالغنية بيعبق وشي، بتغرغر الدمعة بعيني وبيجي لأبكي. يا أخي معك حق، الأغنية مؤثرة كتير. أخي أيام زمان كانت الناس فاضية وفي عدة وقت لتفكر وتبدع، مشان هيك الأغاني القديمة حلوة. بالفعل أواني كلامك كتير دقيق، يعني كانت الغنية تتلحن بيوم بيومين وأحياناً أكتر، مو مثل هلأ الغنية عم تتلحن عن طريق الكمبيوتر بخمس دقايق وتتوزع بثلاث دقايق. طبعاً يعني هذا عصر السرعة. قلتك دخلك. شو أخباره رفيقك يانس؟ صار لي زمان ما شفته. راح يعمل سياحة، تعرف هذا ما بيقدر ما يشم هوا. وين ناوي يروح هالمرة؟ راح يعدوا كام يوم بالغواصة تاعك في سلوري، بعدين إجا لقى طقس حلو راح يطلع على مر مشوار. نيال قلبه نيال قلبه نيال قلبه على هيك سياحة، مو مخ السياحة تبعنا. قال نحن إذا حبينا نشم الهوا منروح يا أما على أمريكا يا أما سياحة على اليابان أو أستراليا. إيه تضرب هيك سياحة مشرشحة تضرب. الواحد شو بدي يعمل يا أبو هاني؟ يعني بضل الرماد أحسن من العمى. بيقضيها ساعتين زمان، مشوار قريب على أمريكا، روح أرجعها. هو بدك الصراحة، أنا بخاف أركب مركبة فضائية، لا تقول عني متخلف، بس هيك أنا. إيه طبعاً معك حق، ليش قلت حوادث عم تصير؟ كل يوم حادث شكل، هذا خير حوادث الاختطاف. يا سيدي صرنا بآخر وقت ما في كلام. دخلك سمعت شي أخبار اليوم؟ ايه طبعا سمعت أبو هاني. في شي جديد يا ترى؟ عم بيقولوا انه بده يصير مؤتمر قمة عربي. شو الحكي؟ الله يبشرك بالخير. أخي لازم يصير مؤتمر بهالوقت حتى تهدى الأوضاع شوي وتتصافى النفوس ويترتب التنسيق. بس انت قول ان شاء الله يطلعوا بقرارات مهمة. لا لا أبو هاني، هالمرة غير شكل، هالمرة في قرارات مهمة عم تنطبخ. مثل شو يعني؟ قال الرؤساء والزعماء العرب ناويين هالمرة نية أكيدة، راح يضغطوا على كل المجتمع الدولي من شان تطبيق قرارات مجلس الأمن 242 417 2580 و5450. يا عيني عليك، هي هي الأخبار اللي بتفرح. احلنا صرنا بال 2050. بس بيقدروا يضغطوا يا ترى؟ بيقدروا؟
طيب طيب بسيطة ولا يهمك. بأنو طابع أنت؟ أنا الطابع الثاني شوي دخلي بسرعة حبي. طيب طيب لا تخاف رح أسحب الأسانسير الطابع الثاني من المانويل. بتعرفني وين المانويل أنت؟ بتعرفوا وين المنوين يا جماعة؟ ألو منوين؟ في ولد عصيان فوق المنوين ابن عصير وعم يطلب المساعدة. شو هالحكي؟ أصبح شوف الناطور تحت أكيد بيعرف وين المنوين. طيب وين غرفة المنوين؟ وين غرفة الناطور؟ لا تعزم حالك الناطور راح يسوي شي بغراض. طيب والعمال؟ أصبح لازم نتصل بالطوارئ. يا حبيبي عربي ما توصل طوارئ بيكون مات الولد. لحقوني بسرعة لعنكم لحقوني. اسحبوه معي لألكم خافت على قلبه زلمة. اسحبوه على مالكم. ها على مالكم ليكون متأذى أو من صار على مالكم على مالكم على مالكم. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنت دخل سيارته لمكتبي ولا لمكتب مدير المشفى؟ على مكتبك دكتور. ما شاء الله أنتم بالواجب. قدمنا له عصير بس ما رضي يشرب. الظاهر إنه متوتر يا دكتور. أنا الدكتور. اهلا وسهلا شاكر بيك. طمني دكتور ابني شو صاير معه؟ اطمن سيادتك وضعه ممتاز ومستقر 100% وهلا قبل شوي صحي والحمد لله. واذا بتحب تشوفه تفضل شوفه بنفسك. لا دكتور ماني قدران شوفه ملقح بالتخت بهيك وضع. المعروف انه سيادتك اعصابك قويه مثل الفولاذ وارادتكم صلبه. الله يخليك دكتور. ممكن توضح لي الصوره وتشرح لي كيف صارت معه الحادثه؟ ما في حادثه سيدي. كل ما هنالك انه ركبته كانت عصيانه بالاسانسير وغاب عن الوعي شوي من الالم والرعبه. وركبته صار له شيء؟ لا لا ابدا. نحن صورناه على الحارق وكانت نتيجه سليمه والحمد لله. يعني خلال يومين ثلاثه بيمشي عليها عادي. طيب في شيء اصابات ثانيه بجسمه غير ركبته؟ لا لا اطمن معلم ما في شيء بنوب. كل شيء طبيعي. ولك يخرب بيت الاسانسيرات وساعتها. ولك ضروري يتركوها هيك سايبه. ولك العمى بقلبه للعمى المفروض يعملوا له صيانه باستمرار ويكون في خبير اسانسيرات بكل بنايه. هيك بتعمل الدول الراقيه. طبعا هيك المفروض سيدي. على كلنا شكرا لاهتمامكم دكتور. ولو هذا واجبنا يا معلم. بس الحقيقة اللي بيستحق الشكر عن جد هو الرجل اللي أنقذه مو نحنا. لأنه لو ما تصرف بسرعة وخلع باب الأسانسير كان ممكن المحروس يضل عصيان جوا ساعتين زمان. بهالحالة بتكون النتيجة أسوأ من هيك بكتير. كتر الله خيره. فعلا هالإنسان شهمه غيور. وينه هلا؟ أنا حابب شوفه وتشكره بنفسي. موجود بغرفة الحجز سيدي. حجز؟ لك شو هالحكي هاد؟ دكتور معقولة هيك زلمة ينحجز بعد هالمعروف يلي قدم لنا اياه؟ سيدي هذا اجراء لا بد ولا غنى عنه، لانه بمعلومكم مو بكل الحالات بيكون المسعف فاعل خير، وفي احتمال يكون ضاربه بسيارته مثلا وجاي يسعفه. معلش دكتور، يا ريت تطبقوا صراحه على وجه السرعه ونزلني هلا لعنده لاني بدي اشوفه. تفضلوا تفضلوا سيادتكم. يعطيك العافية. الله يعافيك. يعطيك العافية. الله يعافيك. بعرفك على الأستاذ شاكر الماجي، اسم غني عن التعريف طبعا. أهلين معلم. أهلا وسهلا. تشرفنا يا سيدي. الله يخلينا ياكم. وهذا هو أم مسعود الإنسان الطيب اللي خلص ابنكم من الأسانسير ولحشوا على كتافه ومشي فيه بالشوارع مثل المجنون لحتى يسعفوا له. الحقيقة أنا ممنون منك كتير واسمح لي أعتذر منك على الساعتين اللي قضيتهم هون. مو مشكلة أبدا يا بيك. المهم هلا نطمن على صحة المحروس. صحي بسلامته يا ترى ولا لساته مغوطين؟ لا الحمد لله صحي. ممكن شوفه اطمن عليه؟ ولو طبعا شرفوا يا جماعة. الله يخليك. شلون صرت هلا بابا؟ ماشي الحال بس رجلي عم توجعني شوي. دكتور رجله عم توجعه؟ ولا يهمك معلمنا عادي ما في مشكلة. وحاسس في تنميل بركبتي. في تنميل بركبته دكتور؟ هذا أمر طبيعي ما في شي بيخوف. الحمد لله على السلامة يا ابني. الله يسلمك عمو. بابا عرفته لعمو؟ لا ما عرفته بس صوته المنظر اللي بعليه. بابا هذا الرجل الشهم الغيور يلي انقذك وطالعك من الاسانسير ونتعك على ظهره ونزل فيك على الدرج وصار يركض فيك بالشارع مثل الاهوج لحتى يجيبك لهون ويسحفك. كتر خيرك عمو. يعني انا لولاك ما بعرف شو كان صار فيني. لا شكر على واجب يا عمو. يلا بالإذن تسمحوا لي أنا. شو اسمحوا لي وما اسمحوا لي؟ ولو يا أبو مسعود أنت ضيفنا اليوم. الله يخليك يا معلم.
بس بخاف ام مسعود يغلي قلبه علي. طيب ام مسعود هي من اخلاقه. لا يا شاكر بيك، انا لما انقذت المحروس انقذته بدافع انساني، يعني صحيح انا فقير ومنتوف وعايف حالي، بس عدم المؤاخذه يعني انا بفهم بالاصول. على كل حال يعني كثر الله خيرك معلم، كثر الله خيرك. الحقيقه يا ابو مسعود انت كل مالك عم تكبر بعيني، بالفعل انت انسان غير عادي. تفضل. شو هاد؟ هذا كرتي وفي كل ارقام تليفوناتي. شوف يا ابو مسعود، هذا الرقم النصاني رقمي الخاص، وهذا الرقم يلي على الطرف رقمي الخاص جدا جدا. اي شيء بتحتاجه لا تخجل اطلاقا ولا تتردد بالاتصال معي. يسلموا ايديك. يلا بالاذن يا جماعه، بالاذن دكتور، معافى عمو. الله معك، مع السلامه. مع السلامه يا ابو مسعود. لحظه لابعت معك الشوفير. معلش حبيبي، يعطيك العافيه، ما رح اطلع معك. بس هي اوامر سيادته. يا سيدي كتر الله خيره، معلش خلاص انا مدبر حالي. بعدين بصراحه انا مالي متعود اركب هيك سياره، يعني بينمغس بطني. يلا بالاذن. مثل ما بدك. احترامي سيدي. شو شايفك رجعت بسرعه؟ شو بيته قريب من هون يعني؟ سيدي ما خلاني وصله، حابب ياخذها مشي. طيب روح انت. امنت بالله على هالزلمه، قسما بالله بحياتي ما شفت مثل هالاخلاق والرجوله والاريحيه. شايف يا بابا؟ ام مسعود، يا ام مسعود، تعي قلك تعي، خفي رجليك. شبك ليش عم تعيط؟ احذري يا ام مسعود، شو في معي هون بالجيبه؟ شو بده يكون معك يعني ذهب وقلميس؟ يعني ما بدك تحذري؟ لا ماني فاضيه، بدي كمل طبخ وبدي ضب الغسيل كمان. لا تكون قبضت جمعيه ابو فتحي. لا لا، شغلي اهم من هيك بكتير. شو بده يكون يعني؟ جبت موافقة مشان تاخد سجادة بالقصوطة؟ سجادة بالقصوطة؟ هلا محرزة هيك شغلة نتحذر عليها انت التانية؟ ايش ما عرفني لكان؟ عملك ماني فاضية، خلصني احكي. طيب، شوفي معي. هلا صار لك ساعة عم تحذرني مشان شقفت ورقة؟ لك هي مو ورقة عادية يا جاهلة، هذا كرت شاكر الماجد وفي كل أرقام تليفوناته العادية والجوالة والخاصة والخاصة جدا كمان. سمعاني باسم شاكر الماجد وين؟ أيوة معادلي بغني يا طيبة القلبي وينك؟ يخرب بيتك، بدك تضيعينا أنت؟ افرطته بدك تروحينا؟ ما لقيتي غير شاكر الماجد يغني يا طيبة القلبي وينك؟ ليش مو مطرب هو؟ مطرب؟ لا أستي مو بطيخ بسمير، الزلمة مسؤول كبير بالبلد وكلمته ما بصير تنتين ابدا. هرقل، بتسمع فيه لهرقل؟ ايه شبه؟ هرقل بيرجف عصب اذا واقف قدامه. طب ابو مسعود وانت كيف تعرفت عليه؟ هو اللي تعرف عليه مو انا. ايه بس كيف يعني؟ لك بعدين بحكي لك، اطلبي لي هلا مسعود من بيت حماه، بدي احكي معه كلمتين نضاف. والله يرضى عليكي. الو علي مسعود، كيفك امي؟ ابوك بده يحكي معك. الو مرحبا بابا، شلونك حبيبي؟ مر لعندي شوي عاوزك. اليوم مر. شبه تعبان؟ قال تعبان ومهدود حلو من قطعة الحديد اللي عم يشتغل عليها. بابا هو انا مشان هالموضوع عاوزك. ايه لاني رح خلصك من شغل قطاعه الحديد للابد باذن الله تعالى. مر لعندي وانا بفهمك. اهلين بابا، اهلين مسعود، الله معك حبيبي. يعطيك العافيه. اهلين الله يعافيك. وين مكتب سياده شاكر الماجد ترى؟ شو ها؟ شو شديت انت لحتى تسال عن مكتب سيادته هيك من باب الطاقه؟ شلون لك عم تفوت لعنده اذا ما سالت عنه وتنورت؟ كمان بدك تفوت لعنده؟ ولك ايه بدي فوت لعنده، شو ما اتاخذت؟ مو زلمه مثلي مثله؟ عفوا بالله، يعني حضرتك بتقربوا شيء؟ لا سيدي ما بقربوا. هلا هاد شكل واحد بيقرب سيادته، يفضح ريشك انت الثاني. طيب في معرفه بينك وبينه؟
انت ارفع سماعه التليفون وقول له ابو مسعود، واذا ما ذكرني قل له الزلمه اللي سحب رجل المحروس من الاسانسير. طيب دقيقه شوي. مين ابو مسعود؟ نعم؟ شو اسانسير ما اسانسير؟ شو مجنون ها؟ نعم؟ معه كارت من سيادته؟ ايوه، خليه عندك شوي وخد هويته. احترامي سيدي. يا اهلا وسهلا، يا اهلا يا اهلا يا اهلا، خطوه سعيده. الله يخليك. منيح لحقتني قبل ما انزل. الله يعزكم يا سيدنا ويديمكم، لهالأمة زخر ولهالشعب فخر. كيف ركبتوا للمحروس سيدي؟ ان شاء الله احسن. ممتازه الله يعطيك العافيه يا ابو مسعود. معلمنا انا فهموني برا انه وقتكم سمين جدا، ومشان هيك ما راح اخذ من وقتكم الكثير، وراح فوت بالموضوع راسا وبلا مقدمات. ولو اهلا وسهلا فيك، خذ راحتك يا ابو مسعود. يا سيدي انا ابني الوحيد موظف بشركه المطاحن، وصار له 5 سنين عم يشتغل وراء قطاعه الحديد،